وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. سيادة النائب، مشروع وصفقة الأضخم في تاريخ مصر ولها العلامة الفارقة سواء على الاقتصاد المصري أو في فائدة للطرفين المصري والإماراتي، دعنا نتحدث مباشرة عن الاستفادة المشتركة. يعني المشروع يعتبر يعني هو الاستثمار الأضخم، الاستثمار الأجنبي المباشر الأضخم في تاريخ الصفقات المصرية. لما نتحدث عن الجانب المالي، المشروع يعني مصر ستدخل شراكة بالأرض، والجانب الإمارات سيدخل شراكة بالتمويل. سيتم ضخ 35 مليار دولار عبارة عن 24 مليار سيولة دولارية و11 مليار دولار الودائع اللي هيتم التنازل عنها. بعد أسبوع سيتم ضخ 10 مليار دولار سيولة وتنازل عن 5 ودايع، وبعد شهرين 14 مليار دولار سيولة زائد 6 باقي الودايع. والجانب المصري هيحصل على 35% من الأرباح طوال مدة تنفيذ المشروع. أيضا سيتم جانب الإمارات سيستثمر حوالي 150 مليار دولار في التنمية بالمنطقة. هذا من ناحية الجانب المالي. المشروع يعني سيقام على مساحة 40,600 فدان، وسيقام عليه عدة أحياء سكنية وسياحية وترفيهية وخدمات ومطار دولي. سيتم إقامة المشروع ضمن مشروعات التنمية العمرانية للدولة المصرية 2052، المخطط له استغلال عدة مدن خاصة على سواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض. سيتم استخدام جزء كبير من العوائد للتوجيه للتعليم والصحة ومبادرة حياة كريمة. نعم. البعض يعني يتحدث عن بيع الأراضي المصرية، هذا أمر غير صحيح على الإطلاق. هذا مشروع شراكة، شأن أي مشروع شراكة ما بين هيئة المجتمعات العمرانية وأي مطور عقاري، ولكن على يعني قيمة أكبر وعلى مساحة أكبر. تم حصر جميع الإشغالات الموجودة على الأراضي، وسيتم تعويض أهلنا بمرسى مطروح سواء تعويض نقدي أو عيني. سيترتب على هذا المشروع عدة عوامل إيجابية، منها ضخ سيولة دولارية بشكل سريع وكبير، ستوفر يعني الاعتمادات المطلوبة للمستوردين، وتقلل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي في البنوك وسعره في السوق الموازي، وده هيأثر بشكل كبير وسريع على انخفاض أسعار السلع وعلى انخفاض معدلات التضخم. أيضا سيترتب عليه تشغيل جميع الشركات المصرية من مطورين وشركات عقارية وتوريدات والمصانع المصرية التي سيتم استخدام منتجاتها في تنفيذ المشروع، وتوفير فرص ملايين فرص العمل للشركات المصرية. نعم. وهيحقق الحلم المصري. إذن سيادة النائب، هيحقق الحلم المصري في تحقيق 40 أو 50 مليون ليلة سياحية. يعني احنا بنبارك للشعب المصري والحكومة المصرية، وبنشكر القيادة السياسية يعني على تحقيق هذا المشروع الضخم، واللي هيستفيد منه طبعا الجانب المصري والجانب الإماراتي. والسيد رئيس الوزراء أكد أيضا أن الدولة المصرية مستعدة لشراكات أخرى في أماكن أخرى بنفس المواصفات ونفس الجودة سواء على سواحل البحر الأبيض أو البحر الأحمر. سيادة النائب، هذا يقودنا إلى الحديث عن رشادة الإنفاق ورسم الأولويات للدولة المصرية، خاصة فيما يخص قطاعاتها المختلفة والأكثر احتياجا. يعني هذا ما نتحدث عنه أو ما تهتم به الحكومة حاليا. عشان كده النهاردة كان في سؤال مباشر للسيد رئيس الوزراء، يعني أين ستنفق الإيرادات أو العائد من المشروع، وأكد أن الاهتمام الدولة هيكون بالتعليم والصحة ومبادرة حياة كريمة. وفعلا الحكومة أطلقت على موازنة 24-25 موازنة التعليم والصحة. أيضا سيتم الاهتمام بتمكين الصناعة، ويتم الاهتمام بالجانب الزراعي حتى نتمكن يعني من الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، حتى لا نتعرض لأزمات اللي عندما حدث التداعيات على مستوى العالم وحروب أثر بشكل كبير ده على أسعار السلع والمواد الغذائية، أثر على سلاسل الشحن وعلى تكلفة النقل وعلى أسعار النفط وعلى الفايدة، وده كان ليه تأثير كبير بشكل مباشر وغير مباشر على أسعار السلع وعلى الاقتصاد المصري، لأن احنا مرتبطين بكل دول العالم، فتأثرنا طبعا بالوضع الموجود على مستوى العالم وعلى المستوى الإقليمي وفي دول الجوار. عشان كده الحكومة الفترة القادمة في الجانب الخدمي هتهتم بالتعليم والصحة، وهتهتم باستكمال مشروعات حياة كريمة عشان نحقق بنية تحتية قوية، بالإضافة إلى يعني الاهتمام
بتمكين الصناعة المصرية وبتحقيق الاكتفاء الذاتي في الزراعة. نعم، بالطبع هذا إلى جانب توفير فرص العمل وبالتالي الفائدة المباشرة التي تذهب للعمالة المصرية التي سيكون على أكتافها بناء مثل هذه المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة والمجتمعات العمرانية الجديدة. بالضبط، يعني المشروع النهاردة تحدث السيد رئيس الوزراء يعني على أن المشروع سيترتب عليه ملايين فرص العمل، وهذا حقيقي من خلال الشركات التي ستعمل أو من خلال الناس اللي هتشتغل في تنفيذ المشروع هناك. مشروع تنموي ضخم وكبير جدا، وبنأكد مرة تانية أن هذا هو المشروع الأضخم في الاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ مصر خلال الفترة السابقة. الاستثمار الأجنبي غير المباشر قد يتمثل في أذون وسندات، ولكن ده يتمثل في ضخ سيولة دولارية مباشرة تتمثل في 35 مليار دولار في شهرين على الأكثر. نعم، الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تنمية كافة المحافظات المصرية. العالمين الجديدة، مشروع الضبع للطاقة النووية، رأس الحكمة وهذه الصفقة الأضخم والأكبر، ومحافظة مطروح تحديدا التي لها النصيب الأكبر من أبناء المحافظة في مثل هذه المشروعات، سواء من فرص العمل أو حتى في مردودات تعود على مستوى المعيشة في داخل المحافظة. بالفعل يعني احنا كلنا شايفين التنمية اللي بتحصل في المشروعات سواء في بنية تحتية أو في طرق. أنا عايز يعني أكد أن المرحلة الأولى من حياة كريمة حتى الآن يعني قد تصل إلى حوالي 400 مليار جنيه انفاق عليها المشروع، يعني صور أنفق عدة تريليونات على استعادة تأهيل البنية التحتية. أن احنا كنا وصلنا لمرحلة متردية جدا في البنية التحتية من طرق، من مشروعات صرف مياه، غاز، تليفونات، كهرباء. الدولة المصرية خلال السنوات السابقة أنفقت يعني تريليونات عديدة على إنشاء مشروعات خاصة في البنية التحتية وفي المشروعات التنموية، في الإسكان، في الطرق. والنهاردة تحدث السيد رئيس الوزراء أن البعض كان يسأل لماذا يعني الطرق السريعة في طريق مرسى مطروح والساحل الشمالي، الطريق الواحد 10 حارات، لماذا القطار الكهربائي يربط ما بين العين السخنة وما بين السلوم، لماذا كل هذه الطرق وكل هذا الانفاق. النهاردة ربط السيد رئيس الوزراء يعني مشروع تحقيق التنمية في الساحل الشمالي بكل هذه المشروعات التنموية، وده طبعا كان لازم يتم عشان ان احنا نستطيع ان احنا يعني نطور ونعمل يعني مناطق عمرانية وتطوير عمراني جديد، وده مستهدف الدولة المصرية في خطة التنمية العمرانية 2052 في عدة مدن، خاصة في مدن الساحل الشمالي، مرسى مطروح ورأس الحكمة وخلافه. نعم، ما يمكن أن تضيفه مثل هذه الصفقة وما يتبعها من صفقات مماثلة للموازنة العامة للدولة المصرية؟ يعني كما تحدثنا عن الجانب المالي أن هذه الصفقة ستضخ 35 مليار دولار، 24 منها سيولة فعلية، وتنازل الجانب الإماراتي عن 11 مليار دولار وداع موجودة في البنوك المصرية، بالإضافة إلى 35% من الأرباح طوال مدة تنفيذ المشروع. هذه الأرقام أرقام ضخمة جدا، بالإضافة أن هيتم استثمار، متوقع استثمار حوالي 150 مليار دولار خلال مدة تنفيذ المشروع في مشروعات عديدة. سيتم إقامة أحياء سكنية، أحياء سياحية، أحياء ترفيهية، خدمية، مطار في هذه المنطقة، يعني ستضخ طبعا يعني عوائد كثيرة جدا على الموازنة. نعم، المصرية. لكن سيادة النائب، إذا ما قسمنا هذه الصفقة بتأثيراتها إلى مدى قصير، متوسط وطويل، وهي لغة الاقتصاد، ماذا تقول؟ المدى القصير طبعا يتمثل في 35 مليار. احنا بعد أسبوع عندنا 10 مليار سيولة زائد 5 مليار والتنازل عن ودايع، بنتكلم بالدولار طبعا، 10 مليار دولار سيولة بعد أسبوع سيتم ضخهم، وتنازل عن 5 مليار دولار ودائع، بعد شهرين 14 مليار دولار سيولة و6 مليار دولار ودائع. هذا على يعني على المستوى السريع أو على المدى القصير. على المدى المتوسط طبعا سيتمثل في ضخ 150 مليار دولار في إقامة مشروعات مختلفة وتحقيق التطوير والتنمية في هذه المنطقة. على المدى الطويل في 35% من أرباح هذه المشروع ستعود على الموازنة في الدولة المصرية. نعم، إذن التأثيرات المباشرة سنشعر بها خلال الشهرين المجدولين بالنسبة للمبلغ الأول في الشق الأول من هذه الصفقة. بالضبط يا فندم.
أشكرك جزيل الشكر سيادة نائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.